في الزمالك البعض بيقول ان ممكن يكون في صفقه قرن، وانا يمكن اتكلمت في الحته دي وقلت ان بقالنا 5 سنين بنقول في نادي الزمالك هيبقى فيه صفقه قرن من ساعه توقيع عبد الله السعيد الشهير لنادي الزمالك. معلوماتك ايه في موضوع صفقه هو القرن بعد عبد الله السعيد جت فعلا صفقتي قرن في اللي الزمالك، هم فرجاني ساسي واشرف بن شرقي، دول صفقتي قرن بالنسبه لنادي بس الزمالك. ما توصفوش ساعتها بان هم صفقات قرن؟ لكن بالنتائج لا، فرجاني كان معروف ان هو لعيب كبير، طبعا. يعني بن شرقي كانت الناس قالت ان هو مبطل، لكن في النهايه الاثنين تكاملا مع طبعا طارق حامد، مع ابو جبل، مع صح، محمود علاء، مع عملوا جيل المجموعه اللي جامد كانت قوي، مجموعه فرقة موجوده، كويسة. عملوا يعني موسمين رائعين سواء او تقريبا، فريق واخدوا سوبر افريقي وخدوا الكونفدراليه مع جروس، يعني كان صح في صح بطولات بصراحه في الفتره دي. لكن الكلام دلوقتي بيتقال ايه؟ فتش في دفاترك القديمه من جديد، مين؟ الناس بتتكلم في بن بن شرقي؟ شرقي. طيب بعد ما الناس اتكلمت بن شرقي، انا حسيت امبارح ان في، مش عايز اقول سكريبت، بس اللي انا شفته ان 4 5 مقدمي برامج كله طالع فعلا. يقول صفقه بوم، صفقه قرن، صفقة مدوية، صفقة سوبر، صفقة هتطرد جماهير الزمالك. في النهارده بدأت تظهر بعض الأمور، قال لك في ناس كتيرة زي ما بتتكلم في أشرف بن شرقي. طيب والكلام بيتقال إن أشرف بن شرقي بدأ الكلام يتقال بمنطق إيه؟ إذا خلص نفسه من الجزائر الإماراتي. طيب ده ممكن وارد يحصل، تحط تحت كلمة إذا ألف خط. تمام. لأن الجزائر الإماراتي بالفعل تخلص من كل الأجانب اللي عنده إلا أشرف بن شرقي، لا زال على قمة الفريق أو قائمة الفريق، والمسؤولين في تمسك صرحوا بيه يعني. بأنه مستمر في الفريق، مش تمام. فيش تنازل عنه، وإن هو مستمر لموسمين آخرين. هو بالفعل موقع بداية، يعني هو كده بالظبط، قعد موسم بقاله واحد. سنة. طب إذا خرج بقى، هنا لكل حدث حديث. أدي تمام. أول حاجة طارق حامد، الناس بتتكلم طارق حامد هو اللي هيرجع، لا زال طارق حامد على ذمة نادي اتحاد جدة ايوه، لحد هذه السعودي. اللحظة. إذا فسخ التعاقد، اللجنة الفنية بالفعل تواصل، فن الزمالك تواصلت بالفعل مع طارق حامد، رغم ان مين اللي تواصل اللجنه الفنيه في نادي الزمالك؟ تمام. رغم ان تصريحات رئيس النادي في وقت من الاوقات قال فيها يا جماعه لا طارق حامد جاي ولا مصطفى فتحي جاي، خلي عندكم كرامه، قال كده، ده فيديو وانا ما بقولش حاجه من عندي. طب ده رئيس هل الزمالك. بقى هنسمع بقى تصريحات ويتنحى مفهوم كلمه الكرامه دي جانبا ونلاقي طارق حامد؟ المؤامرة توقف برضو على ان اتحاد جدة يفسخ تعاقده مع طارق حامد بالتراضي. عنده عروض؟ نعم عنده عروض، لكن من اندية اقل من اتحاد، من 4 كبار، تمام. لكن عنده عروض، وعروض بمبالغ ضخمة. هناك في اللجنة السعودية. بالظبط السعودية، اللجنة الفنية في نادي الزمالك شايفة ان طارق حامد ممكن يتنازل عن بعض مطالبه ويقدموا له عرض مناسب. العرض المناسب اللي هو كام؟ اللي هو ما يتعادل ما بين 15 ل 20 مليون جنيه. من 15 ل 20. طبعا ده اقل من مليون دولار. طبعا العرض اللي هيجي لطارق حامد من اي نادي في في السعودية. الدرجه اقل هيتراوح ما بين 1.5 ل 2 مليون دولار. حلو. هنا بقى اذا كل ده افتراضات على اساس ايه؟ ان اتحاد جده يفسخ التعاقد. حتى الان هذا لم يحدث. في كانتي؟ في كانتي، لكن معلوماتي ان الكشف الطبي يعني حط محاذير على التعاقد مع كانتي. بس كشف طبي تاني وتالت بيتعمل لكانتي. ما هو لسه بقول لك لغايه دلوقتي لسه، لكن لغايه دلوقتي الامور مبهمه، لكن ما فيش حد قال ان طارق فسخ تعاقده. كل السيناريو ده مبني على ان ايه؟ طارق حامد يفسخ تعاقده بالتراضي مع اتحاد جده. اما فرجاني ساسي فانا اعتقد ان الكلام بعيد قوي، وفرجاني ساسي مكمل مع الدحيل القطري، خصوصا ان عقده اللي فات في نادي الزمالك كان بمبلغ ضخم حوالي 4.5 مليون طب يورو. ما هو اذن هنا هنروح لنفس السؤال، مين صفقة القرن اللي بيتقال عليه؟ ما هو ده عشان كده بقول لك انا فرت لك الورق كله، مفيش. وحسيت ان الناس كلها بتروح يمين وبتروح شمال، وحتى الان ال الكلام الحقيقي هو بن شرقي طارق حامد. بن شرقي، طارق طارق حامد. حامد هل طارق حامد هيبقى صفقة قرن؟ من الناحيه الشعبيه والجماهيريه طبعا. هي من صفقة، الناحيه كلمة الفنيه، صفقة القرن دي بقى بتطلق على أي صفقة؟ من الناحيه مش الفنيه، قصدي تقليل أبدا أبدا والله من ما انا إمكانيات اول طارق اقول حامد، حاجه لا ده جامد جدا، لعيب جامد جدا. شعبيه وجماهيريه. لكن لما بنتكلم على صفقة، معلش يعني دي فرصة أقول لك، احنا بنتكلم على صفقات قرن هنا في مصر، يبقى مثلا لعيب في الأهلي رايح الزمالك، لعيب لعيب في نجم الزمالك رايح الأهلي، رمضان صبحي مثلا من بيراميدز رايح الزمالك، مش حاجة تعمل بوم جامد، طب البومب لكن ما ده، يكونش لعيب سابق عندي. البومب ده ما هو يعني وعودة واحد من الاثنين او لعودة الاثنين هتبقى حاجة شعبيا وجماهيريا تمام وفنيا كويس. طبعا. لكن كلمة البوم هنا، كل ده اللي بنتكلم فيه بيقف عند حق محدد واحد، الفلوس. هل في فلوس؟
عشان نتكلم في طارق في ولا حامد لا؟ وبن شرقي لوحدهم في انت بتتكلم في 50 مليون جنيه. في لا مفيش. مفيش. طيب هل ممكن تكون حتى صفقة، الآن يعني مفيش. ماشي، ممكن تكون صفقة القرض مثلا في نادي الزمالك؟ أنا بسألك سؤال بس لازم أسأله لك، وأنا مش مقتنع بيه لأن أنا عارف إنه مش هيحصل، بس لازم أسأله لك. ممكن يكون حسين الشحات زي ما بيتقال على السوشيال ميديا الزملكاوية النهاردة؟ بص، حسين الشحات الزمالك او احد المقربين من الزمالك تفاوض مع حسين الشحات او احد المقربين حسين الشحات، وتم عرض عليه مبلغ مالي كبير، اي ايه، وتم العرض عليه مبلغ مالي كبير فعلا فعلا. على حسين وبعدين الشحات. لكن المعلومه اللي عندي ان حسين يعني هيكمل في الاهلي يا بره؟ يا بنسبه 80% بره. لا لا استنى، بنسبه 80% بره. بنسبه 80% بره، بره مصر. بره مصر، انا فاهم، بره، ما انا بره فاهم مصر يا الاهلي يا بره مصر، يعني دي رغبه. يعني انت شايف نسبه تجديد عقد بص حسين الشحات او تجديد عقده مع النادي الاهلي 20% فقط؟ لغايه دلوقتي ان العرض اللي انا المعلومه اللي عندي ان العرض المالي موقوف عند 15 مليون جنيه، والاختلاف في نسبه المشاركه طيب اقول لك واختلاف انا، في مده معلش العقد. ممكن اقول لك تقول انا المعلومه اللي عندي، العرض بتاع او حسين طلب من النادي الاهلي 15 مليون، تمام الاهلي وافق تمام ما انا الغاء بقول نسبه 15 مليون المشاركه، الاهلي وافق. اعتقد لسه ما وافقش. لا الاهلي وافق. تمام انا بديك معلومه. الحاجه الثالثه والاخيره ان الاهلي هو المنتظر حسين دلوقتي يجي يوقع على العقد. طيب هقول وعشان لك بس اقفل الكلام اللي انا اكدت عليه في الاول، ان نسب بالنسبه لي انا وطبقا لمعلوماتي، نسب تجديد حسين الشحات مع النادي الاهلي اعلى، مش بكتير بس اعلى من نسب رحيل.